انطلق اليوم معرض الرياض للسيارات في نسخة الثانية، والذي يجمع أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حيث يعد أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط، ويحمل الكثير من المفاجآت التي ينتظرها عشاق السيارات. أتوقع طالما الموضوع عن السيارات محتاجين عاشق ومهتم للسيارات. منورنا فيصل المعيوف من قلب الرياض للسيارات، اهلا وسهلا فيك يا فيصل، ومنورنا في ساعة شباب. يا هلا فيك، بنورك. صراحة احنا سعيدين كثير بوجودك معنا وبوجودك ايضا في معرض الرياض للسيارات. نبغى نعرف بداية كيف الاجواء عندك في واحد من اضخم معارض السيارات في الشرق الاوسط؟ اول شيء احنا اليوم ما شاء الله نحظى بدعم واضح لا مثيل له وغير مسبوق من قبل حكومتنا الرشيده، على راسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، محقق امال الشعب واحلامهم كلها. اليوم اللي قاعد اشوفه قدامي، انا اسافر من بلد لبلد اشوف معارض السيارات، اشوف الشوز، اكبر الشوز اندر السيارات. اللي قاعد اشوفه شو فريد، الاول من نوعه في الشرق الأوسط، فخر فعلا اللي قاعد أشوفه قدام عيني اليوم في معرض الرياض للسيارات. هو ما راح يكون فقط معرض للسيارات الفخمة والنادرة حول العالم، ولكن أيضا راح تكون في مفاجآت كبيرة جدا في هذا المعرض، فياريت فيصل لو تكشف لنا بعض المفاجآت الموجودة في هذا المعرض. المعرض طبعا يتشكل من فيه راح يكون مزاد لأغلى سيارات العالم، وممكن المزاد هذا يوصل فيه السيارات الى مئات الملايين. راح يكون فيه تدشين ثلاث سيارات لاول مره في العالم، وراح يكون تدشينها من المملكه العربيه السعوديه في الرياض، في معرض الرياض للسيارات. فيه من اكبر متاحف السيارات الاثريه او السيارات الكلاسيك، تجمع السيارات الاكزوتيك اللي هي الرياضيه، تجمع السيارات صحيح. الفخمه. معرض صحيح. فريد جدا. مو بس كذا، أيضا هذا المعرض يضم سيارات فاخرة جدا تتراوح أسعارها، يعني أسعار فلكية بين 200 و 300 و 800 مليون أيضا، فإيش نقدر نعرف عن هذه السيارات؟ اليوم احنا عندنا الفراري الجي تي او 250، عندنا هذه أغلى سيارة موجودة في العالم، سعرها أكثر من 70 مليون دولار واقفة هنا قدامي. ما شاء الله. لأول مرة أنا أشوفها في معرض سيارات بحياتي، سيارة تقريبا على كلامهم لسه واصل أمس. فأعتقد أن هذه أكبر مفاجأة في معرض الرياض للسيارات. ما شاء الله تبارك الله. أيضا سيقام متحف لمصنع باغاني لأول مرة خارج إيطاليا، فإيش يحتوي هذا المتحف؟ هذا المتحف يعبر عن ولادة علامة باغاني إلى اليوم في أندر سياراتهم. طبعا كل سياراتهم نادرة، لكن أندر النوادر موجودة في المتحف، والمتحف فعلا أول مرة يطلع من مصنع باغاني، والمتحف موجود في معرض الرياض للسيارات. فتخيل الله أكثر. فعلا تخيل أكثر. طب بالنسبة لك فيصل، يعني كعاشق للسيارات وصانع محتوى، كيف بتشوف شغفك في هذا في هذه المعارض، وأيضا كيف بتتعاطى مع الإثارة اللي تبحث عنها دائما؟ والله السيارات حياتي، يعني عشقي منذ الطفولة، أسافر كل مكان عشان أتفرج على السيارات، واليوم الحمد لله لقيتها في بلدي، ما عاد أحتاج إني أروح أي مكان. موسم الرياض كل سنة في الرياض، انتهينا. طب بما أنك يعني في اليوم الأول لهذا المعرض، فأكيد في استفسارات كثيرة وصلتك من الناس، فإيش أكثر الاستفسارات اللي بتوصلك؟ انه من وين يشترون التذاكر؟ كم مده المعرض؟ المعرض طبعا مدته 10 ايام من 18 نوفمبر ل 28. التذاكر نفس تذاكر موسم الرياض من مواقع موسم الرياض، وموجود كمان الرابط عندي في سناب شات حاطه لشراء التذاكر. اعتقد اول يومين راح يكون للفي اي بي، بعدها راح يكون للعامه، فلازم تذكره الحضور. طبعا المكان اللوكيشن ممتاز جدا، قريب من الدرعيه، اعتقد انه سهل الوصول لكل الناس، والاجواء جدا جميله في الرياض، فبتستمتع بحكم ان اغلب السيارات اوبن دور، مساحات مفتوحه. وبس يعني هذه اهم واغلب الاستفسارات. طيب بسالك يعني بحكم خبرتك في هذا المجال فيصل، عاده الاثاره وين تكون برايك، في السيارات الكلاسيكيه او السيارات الرياضيه؟
والله محبين السيارات الكلاسيكيه موجودين، ومحبين السيارات الرياضيه اكثر. اعتقد ان الاثاره راح تكون في المعرض اللي انا فيه الان، قيمته اكثر من مليار ريال. السيارات اللي موجوده فيه يجمع ما بين الاثنين، السيارات الكلاسيكيه والسيارات النادره والسيارات الرياضيه والفخمه بعد. فالاثاره راح تكون في المكان اللي انا الان جالس فيه. ما شاء الله تبارك الله، واضح صراحة، واضحة الأجواء عندكم في المعرض. طب أنت شخصيا بتقدم تقارير أسبوعية عن السيارات، فنبغى نعرف على إيش بتحتوي هذه التقارير، وأيضا إيش أهم المصادر اللي بتعتمد عليها في تقاريرك؟ المصادر، أولا أنا دائما عندي الإنترنت هو أهم مصدر، أغلبها المواقع الأجنبية، ما عندنا إلى الآن مواقع العربية اللي فعلا تقدر تثقفك من ناحية السيارات. أنا أعتمد على الصراحة في تقارير السيارات، أعتمد على إعطاء الخيارات المناسبة للمتابع. تقاريري دائما مختصرة، ما هي مفصلة، لكن تعطيك المفيد. مهتم في شأن أسعار السيارات، دائما أحاول أعطي السعر المناسب للميزانية المناسبة. جميل، طيب خليني أختم معك بالمزادات اللي ستقام بإدارة شركة سيلفرستون. هل نتوقع في هذه المزادات أسعار فلكية؟ طبعا أسعار فلكية، ممكن الأول مرة تصير. شاشة المزاد وراي، هنا راح يكون المزاد بعد. يعني أعطيني توقع، لين كم تتوقع فيصل؟ نقول 100 مليون ريال إن شاء الله، ليش لا؟ صراحة نتمنى لك كل التوفيق فيصل، وإن شاء الله يا رب تستمتع أنت وزوار هذا المعرض بالأجواء الموجودة وأيضا رؤية السيارات النادرة والفخمة. شكرا لك وبالتوفيق. شكرا لك، شرفني حضوري في هالبرنامج. لنا الشرف، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل طبعا يوم الخميس، فأكيد سلطنة الخميس مع الفنانة أصالة الفارس.